مولود الجدي جو العام مميز، الشمس ببرج الثور بتضوي على شخصيتك وبتسلط الأضواء على الاهتمامات وبتخليك تشرق بإرادة قوية وتفاؤل وإيجابية وبتكون نشط ومتحمس وبتقدر تحقق اللي بتريده مع الوجود القمر ببرجك نهار السبت يلي بشكل مثلث فلكي ترابي مع الشمس من برج الثور، يعني طالع فلكي جيد جدا حيث تاخذ قرارات مهمة تنسجم مع طموحاتك، لكن بالرغم من كل هالإيجابيات رح تعيش الأحد والتنين ظروف مليانة بالالتباسات مع وجود القمر ببرج الدلو المعاكس يلي بشكل مربع فلكي مع الشمس من برج الثور بموقع ضاغط بخلي أمورك غير سهلة، حاول أنك تركز وتنظم أمورك أكثر وتتحرك بحذر وذكاء، تتحسن الظروف لحظة وصول القمر للحوت 3 والأربعة، يعني بتتحرك على نحو واسع وكبير لا سيما على صعيد العلاقات العامة، بشجعك على توسيع إطار التحرك والمساعي وتكثيف أعمالك، لكن انتقال القمر لبرج الحمل الخميس والجمعة يعني للبيت الرابع بيت الخدمات وترتيب الملفات المالية والقانونية منه مناسب لك، رح يصير في عندك ضغوطات كبيرة، إربكات أكبر، لازم ترتاح وتخصص هالأيام حتى تراجع وتقيم الأمور وعدم المواجهة ما تكون طرف بأي صراع، كمان عليك إنك تاخذ تدابير احترازية حتى تحمي مصالحك من التراجع، لأنك أنت مضطر على الشغل على تدريب حالك على مهارات مهنية جديدة، أسبوع حلو بيفتح قدامك مجالات جديدة وأبواب التقدم والنجاح والتفوق والتغيير والمصالحات والمفاجآت الحلوة، حاول أنك تستفيد من الدعم الفلكي. عاطفياً رح تحميك التأثيرات الفلكية، بتحمي حياتك الزوجية، بتخليك تحقق أهدافك، كان بيتعلق بالأولاد، بترتاح لسير الأمور وبتكون جاذبيتك بلا حدود، رح تشعر بالسعادة مع وجود كوكب الزهرة ببرج الحوت يلي بيزيدك حب وحنين مع الشريك وبيشير لمشاريع مشتركة بينك وبين الشريك. أما العازب رح يتلقى أخبار عاطفية طيبة، بيستقبل الحب بروح إيجابية وبيحدد موعد الخطوبة أو الزواج. ألف مبروك.